فكرة المواصلات أصلاً بدأت إزاي؟ بدأت لما الإنسان الأول زمان خالص كان عايز يتنقل من مكان لمكان، قعد يفكر كتير ويجرب كتير، وبعد تعب ومحاولة وغلط وكده اكتشف المشي. قام الصبح لبس ورقة التوت بتاعته، خد عظمته في ايده، بدأ يمشي ياخد المشوار بتاعه سلانسيه كده واحدة واحدة. بعد ما عدى اسبوع والتاني هو لسه ماشي في نفس المشوار، لا نفسه مش هيخلص كده. من هنا اكتشف الانسان الاول تقنية المد، انه يمد يعني فاهم، يبدأ يفتح رجليه اكتر ويسرع حركة الايدين دي كده عشان يزود سرعته. ده تاريخ بقى، انا مش بفتي، انا بجيب لك من الاساس. مشي الحال شوية لحد ما عدى من جنبه حصان رهوان، قال لك بس هو ده. ساعتها اكتشف الجري، قعد يجري زي الحصان. بص بيجري ازاي؟ لا يبقى انا اجري، مش يركب الحصان بقى، لا غلاسه يجري جنبه. قعد يجري لحد ما حصر الحصان، قفش فيه ركبه لانه كده اريح كتير. عجبته الحكايه دي جدا، بدا يقفش في اي حيوان سريع معدي بقى علشان يروح مشاويره، حصان، حمار، نعام، كنغر. بس طبعا في الصيف القعده بتاعت الكنغر في الجيب دي مش ظريف، حر شويه. من هنا نشات فكره وسائل المواصلات، اركب اي حاجه سريعه عشان تنجز. وعلشان الحيوانات طبعا مش هتسكت لنا كتير في الوقت ده، كان لازم نفكر في طريقه تانية للانتقال. مفيش كلام، ما احنا مش هنخترع العجله، مش كده؟ اخترع العجله فعلا الانسان الاول، اخترع العجله، وده كان التطور الطبيعي بقى، الكاريتا والحنطور، بعدين العربيه، لحد ما وصلنا لكل وسائل المواصلات الحديثه اللي عندنا دلوقتي، بقينا عارفينها وبنستخدمها. احنا الحقيقه اتعودنا عليها بزياده، يعني زياده عن اللزوم، لدرجه ان احنا نسينا هي غريبه قد ايه، اغرب من الكنغر بكتير. عايز تعرف وسائل المواصلات عندنا غريبه قد ايه، حاول تشرح مثلا حاجه زي الاتوبيس مثلا لواحد اول مره يجي مصر، هتقول له ايه؟ بص يا سيدي، الاتوبيس ده مستطيل احمر كبير كده، بيطلع دخان اسود الصبح وبالليل بيطلع دخان بس احنا مش شايفينه، وعلشان يا حرام شقيان وبيجري على اكل عيشه في الشوارع من صباحيه ربنا في عز الشمس والنقحه، فبيتحر جدا طبعا. بيعمل ايه؟ بيفتح بابه من قدام وبابه من ورا، وبيفتح الباب اللي فوق الموتور ده عشان يعمل طيار، عارف انت يهوي. عارف الحسابات بتاعت الفيزياء بتاعت الكتله والحجم في المساحه دي وممكن تشيل قد ايه، عارف انت الحاجات دي ليها حسبك، انسى بقى الكلام ده، مش عندنا احنا خالص، احنا اتوبيسنا رمى الكتب دي في مزبله التاريخ. العدد في الليمون، خش يا بيه، خش اسمع كده، خش كمان العربيه فاضيه قدام. احنا اتوبيسنا ملهوش دعوه بقوانين الفيزياء والكلام الفاضي ده خالص، هو ممكن يكون له علاقه بالكيمياء مثلا عشان الريحه، ولا الريحه دي احياء، مش ما علينا. من مزايا الاتوبيس عندنا كمان انه متعدد الاستخدامات، تقدر تعتبره احيانا شبه مصحه نفسيه، جروب ثيرابي كده، اعداد كبيره من الناس اصحاب مشاكل بيقعدوا مع بعض ساعات طويله يفضفضوا لبعض، ينصحوا بعض، يحلوا مشاكل بعض، يهروا مع بعض، وهتلاقي الف من يسمعك، يحس بيك، يهون عليك، يطبطب عليك، يتحرش بيك، بس حلوه كده. الاوتوبيس ده مش وسيله مواصلاته بس، ده حاجات كتير، ممكن تعتبره مثلا مول تجاري، في بياعين بيعرضوا عليك سلع وبتجيلك لغايه عندك على هجرك، ممكن تعتبره ملاهي، سرعه وغرز واثاره وفرمله وهاشتكه، منظومه متكامله الاوتوبيس بتاعنا ده. عندك بقى الميكروباص، ده بقى مستطيل برضو بس اصغر شويتين من الاوتوبيس، يعني مستطيل سريع متهور، بتطلع منه موسيقى دراميه حزينه ودخان سجاير كليوباترا من الشباك، والسواق بيبقى مدلدل معظمه من الشباك ده لسبب مجهول تفهمش ليه. الميكروباص بيعتبر وسيله مواصلات سريعه جدا، وده لانه لا يمكن يمشي في خط مستقيم، لا يمكن يقف ثابت في مكانه لحظه لاي سبب، ملوش اي علاقه بقوانين المرور او الاشارات. الميكروباص ده طائر حر طليق، علشان كده دايما تلاقيه طاير على الطريق، طاير بجد، بيكسر كل القيود، كل الحواجز، كل الاكسدامات، كل المرايات، كل الاشارات، بيكسر كل حاجه حواليه، محدش ينفع يوقفه، تقول له هرم طلبيه فوق الكوبري مجمع 6 اكتوبر، مفيش، متمرد، سائر. عشان كده تلاقيه دايما بيستشهد باقوال مقصوره حكيمه وعميقه وبيكتبها على عربيته من ورا، زي مثلا ايه؟ الحلوه جايه تهز طولها، قالت لي كلمه ما اقدرش اقولها. شوف العمق، شوف سابك، انت تقعد بقى تفكر دي كانت عامله ازاي وقالت له ايه، او لما كنت عصفور اكلوني ولما بقيت اسد صاحبوني، فهمش برضه هو حول ازاي، لكن عميقه. او تهديدات بقى، تركب اسليك تنزل اولع فيك، حكمه، عمق. حتى اسامي ولاده بيكتبها بعمق، منا الله رزقني بيها وحماده جاي ربيها. شوف انت عرفت حاجات كتير عنه في الجمله دي. في بقى وسيله مواصلات اصغر من الميكروباص كمان، اللي هي التمنايه. التمنية تقدر تقول ان هو مربع او دايره، يعني بص هو حاجه ما بين، هو مستطيل بس مصنفر من الزوايا. علشان تكوينه التشريحي الغريب ده بنلاقي ان هو بيتقلب اكتر ما بيمشي، وهم عارفين الحقيقه دي ومتصالحين معاها، مبسوطين راكبين وموافقين التمنية تتقلب بيهم وتتعدل تاني، وهم عادي ياكلوا مطب عادي مثلا، فاهم؟ محدش بيشتكي ولا بيستغرب ولا يتهز حتى. اخيرا بقى يجي التوك توك. التوك توك ده واقع في منطقه وسط كده بين العربيه والموتوسيكل والعجله والخنفسه، فاهم الحته دي كده؟ معظم اللي عندهم توك توك بيكونوا
بيكونوا شباب صغيرين جدا في بداية العمر، يعني مش عايز اقول بيبقوا اطفال يعني، فبيبقى عندهم حماس الشباب، تهوره، طفولة، اقبال على الحياة. ده بيبان جدا بقى في حركاتهم في المساحات اللي بيمشوا فيها، مش مستحيل يمشي تحت عربية، فوق بلكونة، مش مشكلة. ده بيبان جدا برضو في الحاجات اللي مكتوبة على التيك توك اللي بتختلف طبعا اختلاف تام عن اقوال الميكروباص. ازاي؟ سواء التوك توك زي ما قلت لك بيبقى لسه صغير، عاطفي، حبيب، غالبا عايش قصه حب او مصاحب، بيحوش علشان يخطب حاجه كده يعني. فتلاقي الكلام عامل ازاي؟ الحب بهدله كتبها كبيره كده جوه قلب، فاهم، بستيكر، او العشق الممنوع، او امتى الزمان يسمح يا عويل. شفت في حته برضو مشاعر دخلت على صياعه، او كله بالحب، او البدايه كانت ليك والنهايه بهون عليك، وعواطف وصعبانيات وقصص. ده 50% من التكاتك، الباقي كله صوره محمد رمضان بس. فهمنا احنا كده. لكن في مواضيع العلاقات العاطفيه ده الميكروباص حاجه تانية. الراجل بقى ده لا كبر بقى، اتهرس وشاف وبقى ميكروباص قد الدنيا، فاهم، وعنده حته كده ايه انتقاميه في الكلام كده، قرص. هتلاقي الكلام ايه؟ حب ايه يا جاهل، مفيش واحده تستاهل، اتنين مالهمش امان، الفرامل والنسوان، او ما تبصليش بعين رضيه، ده انا طلع عيني في السعوديه، انا بابا يلا، اللي هي قالها خالد صالح وجنبها صوره محمد رمضان برضو. خلاص بقى فهم الدنيا ماشيه ازاي، وبيدينا كلاس تجربته على الجاهز كده. لا وساعات ما يلاقيش حكمه جديده خالص يقولها، فتلاقيه كاتب على الميكروباص الصمت لغه العظماء. طب اصمت، شيل الجمله دي، يعني مش عايز تبقى صامت، لا انا هكلمك وهكتب بس اكلمك عن الصمت. عارف انت قريتها في حاجه يا نهار ابيض، في ايه؟ انا هدهري معاك ونسيت ان عندي تصويت، بقول لك ايه، مش تجيب عربيه جديده، خدني معاك الله يكرمك في طريقك. حسدوني عليك يا كوكو وانت عند بتاع الدوكو. ايه يا طعيم يا دوكو، ايه ما انت جايبها 2015، ما انا عارف التفاصيل. طلبنا من ربنا ادانا وعيوني ناس مش سايبانا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا راجل، هو النظام كده؟ طب ما فيش صاحب صالح، كله بتاع مصالح، ولو صاحبي جنيه اصرفه، ولو ولا هقول لك، قول. انا مش هتكلم. عارف ليه؟ ليه؟ لان الصمت لغة العظماء. وش